كتبت كتاب سميته قصائد مجنون، وكنت أكتب أغاني ولحن، وكنت عم بعمل كتاب شعر. هيدا عملته بحبسي الأولى كلياتها. أصبح الغريب في بلدي حرا، وأصبحت أنا عاطلا عن الحرية. عايش خلف الأضباط عاطل. قعدنا 13 سنة بسجن رومية، وظهرنا بموجب القانون سنة 9 أشهر. طلعنا برا، قررت إني بلش حياتي من جديد، طبعا معتمد على حالي. اوكي؟ لما بدك تطلع أنت تطلع بدك تتوظف، اشتغل بعدين مكتب سياحة، مكتب سيارات، وبلشت أتكل على حالي. جبت سيارة وقلعت، عملت حساب بالبنك وخدت بيت، بلش أشتغل، طلع مصاري وأشتغل، طلع مصاري وأشتغل. وكنت أكتب أغاني ولحن، وكنت عم بعمل كتاب شعر. هيدا عملته بحبسي الأولى كلياتها، بس الحظ والظروف ما لعب دوره معي. الحظ منيح، ما قدرت أعمل شيء. يعني كل شيء عملته اجتني هالشغلة يلي فات فيها هلا، دمرتني على الأخير. كل شيء كنت عامله راح، كل شيء كنت شاريه وعم حاول حصله كله راح طار. في هذا المبنى قتل المواطن منذ أقل من شهر، عثر عليه مخنوقا وعليه أثار كدمات داخل معمله للخياطة في الحازمية. المتهم وهو سائق تاكسي اعترف بفعلته وحضر إلى المكان لتمثيل الجريمة بحضور القاضي داني شرابي وآمر مفرزة بعبدة القضائية وعددا من الضباط والرتباء. ما بعرف، ما 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 أقدر استوعب شيء، ما كثير أقدر أركز أو أسمع شيء. تذكر أو ضربته؟ طيب ضربته 2-3-4 بوكسات وطرطش الدم على بلوزتك، ما هيك؟ إيه؟ لا تذكر. جاكيتك اللي كبيته؟ أنا كنت جاي أصلح الجاكيت. طيب ساعتها وقت الولع المشكل بينك وبينه، ليش قدرت تخلص عليه؟ ما قررت شيء. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت في بيان أنه بنتيجة التحقيقات والتحريات تبين أن المغدور تعرف منذ 1.5 سنة على سائق يعمل في مكتب تاكسي يقوم بإيصاله حيث يريد، وتم استدعاء السائق المذكور وهو من أصحاب السوابق، إذ كان مسجونا في سجن رومي بجرم قتل لمدة 13 عاما. اللي كيف كنت لقته وأنت عم تخنوه؟ هو واقع على الأرض، ما هيك؟ زان 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 هو وقع على الأرض، أنت فوقه؟ قل لي بس اللقطة كيف لقطوا إياها؟ إيه؟ خنقته لورا ولا خنقته لقدام؟ لا أنا لما وقفت كان وجهه لفوق. كان وجهه لفوق، برام وجهك لعنا من المعروف. إيه؟ كيف ثبتته؟ أروى شو؟ يعني خنقته هو عم بيطلع فيك بالنتيجة، مش كان مبين وجهه، هيك وجهه عندك. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي، كان المتهم أنكر أي علاقة له بالجريمة، ثم عاد واعترف بإقدامه على القتل بحجة تحرش المجني عليه به بغية ممارسة الجنس معه. تلاقيت فيه بالصدفة بفترة يلي خرج من السجن فيها وكان بالحرية، وبعتقد حسب ما بتذكر يمكن بال 2012 يمكن شيء هيك، كان عم يشتغل على تاكسي او شيء من هالنوع، وحتى يعني عرض علي خدماته اذا بدي تاكسي بس عوز الى اخره. كان شخص حسب ما بتذكر جيد، و يعني عم يتصرف بشكل بالمجتمع مناسب. يعني بالنسبة لشخص طلع من السجن سنوات طويلة وفي عليه جريمة قتل، شغلة منا هينة، خاصة ببلد مثل لبنان. الإنسان بيضلوا عطول عنده مطبوع بالعمل، حتى لو العمل اللي عمله ما كان هو قصده، ويمكن كان هو ضحية بقدر ما الضحية كانت ضحية. اكتشف بعدين انه هذا الشخص من الاشخاص يلي بتعاطوا هذا الموضوع، بناء على ارقام هواتف وبناء على
اشياء حسيه ملموسه اكثر، ما بدي فوت فيها بتفاصيل. يعني اكتشف الطب الشرعي من جهتهم هن، يعني اثناء لما فحصوا الجثه اثناء التحقيق اثناء الطب التشريعي او ما بعرف شو الفحص تبعهم الطب الشرعي، بين انه هذا الشخص بتعاطى بهالامور. الشذوذ الجنسي يا اخي معناتها الشيء يلي خليه يفقد سيطرته على حاله باول جريمه، بعده البرنامج ذاته الشبكه العصبيه ذاتها بعدها عم تشتغل عنده بنفس الطريقه وما انشغل شيء عليها خلال وجوده بالسجن لحتى نعرف كيف نغير له هالبرنامج العصبي يتفاعل بشكل عاطفي ناضج مع تجربه ذاتها ادت فيه ل 15 سنه بالحبس اول مره، وهلا ما بعرف شو رح يصير فيه بتاني جريمه. لانه مقهور، لانه اول شيء راح من عمري 13 سنه هيك على الفاضي، شغله انا ما لي ذنب فيها، شغله استدرجت لها او يمكن شغله ولدت صدفه ما كثير حلوه. يعني شيء طبيعي اني ابكي، اني انفجر من البكاء، لانه من ورا هيدي، من ورا اول مره صار شيء ثاني مره بسبب انه مذكوره بالملف تبعي انه انا عامل هيك شيء. خلص صار انا اللي فات بالشيء الثاني. عن قبل عم اقول لك اللي صار انه هيك الله كاتب، بس على هيدي الحبسه هلا مش راضي عنا ولا 4%. هيك الله بده، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اكثر هيك ما فيني اقول. دماغ الانسان يبرمج بتجاربه المرأة فيها بالحياه. اللي بيقترف عمل مش دائما لانه هو سيء، في كثير ناس برات السجن سيئين اكثر بكثير من الناس جوات السجن. والاشخاص يلي بيرتكبوا عمل جرمي بحاسب عليه القانون بدك تفكر ليش عملوا هذا الشخص وتفهم الحيثيات يلي ادت لهذا العمل. مشان هيك في شيء علم اسمه علم القانون العصبي. علم القانون العصبي يعني بتدرس هالشخص، هل يا ترى هو اراديا رغب انه يعمل هالعمل هيدا، ولا الظروف انوضعت بشكل انه دماغه ما قدر يتعاطى مع هالوضع هيدا. فيك تشيل القناع عن وجهك؟ لا ما في داعي، ما في داعي اصلا. لو بدي وجهي يبين كنت شلته من الاساس. خلص تشوهت صورتي بما فيه الكفايه، ما في داعي تتشوه اكثر. يعني اللي حيعرف انه انا فات اول مره دعوة قتل رجع فات مره بدعوة قتل مع انه ما خصني فيها، رح يقول انه شو الانيمال هذا الحيوان، الله لا يرده اذا بيرجع. فما في داعي لانه يتسود وجهي اكثر منه اسود، خلي نص اسود ونص اسمر. كل الشعب اللبناني اعطانا الحريه مش بس السجناء، هو يمكن لو كان مجرد من الحريه كان احسن. واحد فيه يعيش الحريه امتى ما بده بخياله، بس ما في يمتلكها امتى ما بده. مثل هلا انا ما فيني امتلكها فعليا، فيني امتلكها فكريا خياليا حسيا، غمض عيني اتخيل وحس اني بالحريه، بس ما فيني امتلكها فعليا. فانا ماني حر لما بدي انزل احكي مع عائلتي ضل بوس الايدين والاجرين، وبس انزل اقعد 3 ساعات ناطر بس يجي دوري انسحب الكارت من المكنه. هذا ماني مالك للحريه ساعتها. في امور كثير توضحت لي وقت فت على السجن، اعطاني وقت طويل لاني اقعد اكتب الاشياء وفجر الاشياء اللي بكتبها انا بحس فيها. يعني كتبت كتاب سميته قصائد مجنون، بيحكي عن كل شيء بالسجن، عن كل امور الحياه. كتب عن الامور اللي بتصير بالسجن بشكل كتير 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 دقيق وكتير منطقي وكتير واقعي. 5 ابيات. طبعا عنوان عاطل عن الحريه. كنت حرا انعم بالحريه كنعيم غزاله غيداء في بريه، في بلاد منذ عهدها القديم شهيره بانها
باريس البلاد العربية. يا بلادي، يا حلوتي، يا جميلتي، يا تغريدة بلبل ووردة مخملية، أنا وأجدادي دفعنا دمنا رخيص لتحرير أهلنا إسلاما ومسيحية، ونهاية أصبح الغريب في بلدي حرا، وأصبحت أنا عاطلا عن الحرية.